تصدقني لو قلت لك ان رغم حالة الحزن اللي انا بمر بيها لكن ما قدرتش محبكش. حبيتك، حبيتك قوي، حبيت فيك طبقك، اخلاقك، رحمتك، ذوقك، حبيت فيك احترامك وحزنك، حبيت فيك انك عمرك ما سالتني انا كنت بعمل ايه قبل ما اتجوز، ولا ازاي ما نجيت من ناس في المدينه وعرفت اوصل لحد ده. وانا قدام اخلاقك دي مش هخبي عليك اكتر من كده. انا هحكي لك كل حاجه، هحكي لك كل حاجه بصدق. انا مش هخبي عنك حاجه. انا الاول بقى اطلع السر اللي جوايا وارتاح. انا الاول بقى اتكلم وفضفض مع حد. ومهما غنى عمره ما هيغير من جوايا وانت اسمع. انا هتكلم وهقول وان شاء الله لما اتكلم ارتاح. وان شاء الله هكون لك الزوجه اللي انت تتمناها. انت الزوجه اللي انا بتمناها؟ زمان زمان من 12 سنة نظرا لما تمر به المدينة من تفشي الوباء الخطير وخروجه عن السيطرة قررت السلطات الآتي: أولا نسف المدينة بالكامل، ثانيا على من هم خارج المدينة التوجه فورا إلى نقطة الحدود. According to the spread over of the severe epidemic in the city and being out of control, authorities decided first, evacuate the entire city. Second, all the people who are out of the city go to the center. أخبرني القضية ما بقتش مصر، القضية بقى فيها ترجمة. وبعدين البلاد اللي حضرتك عملتها فيها لونجير، لونجير يعني تطويل، فيها لونجير. لما انا اعمل بلاك انت عملتها علشان اعتراض الفرقه بتاعتك تدخل، وده صح عشان ياخدوا الوضع بتاعهم اللي احنا نشوفه اللي جاي، وده صح جدا. انما كان ممكن تختصر بعد اذن حضرتك البرزنتيشن اللي اتعمل او الفويس اوفر اللي اتعمل بالصوت الجميل الاذاعي ده، وصوت متوظف كويس جدا، اقل من كده شويه عشان ما يحصلش عندي لونجير، خاصة في البلاكة ممكن يحصل هرب ومرض في خشبة في وسط العرض، الناس مش عارفة فيه إيه. الحاجة التانية إن الدخلة إن هي بتقول له أحكي لك، فين الرياكشن؟ فين أنا متأكد إنك أنت نبهت، متأكد إنك أنت كررت، ومتأكد إنك أنت أيدت، لكن ما عنديش أي أنا مدخلاني دلوقتي. إحنا دخلنا في قضية كبيرة أوي، فين الرياكشن بتاعها؟ وفين الرياكشن بتاعه هو؟ انت عملت البلاكه اصدامه في الاوز، واحنا عملنا البلاكه دي علشان ابدا احكي الاحداث الحقيقيه لابطال العرض. كان لازم يبقى فيه اولا لما هي تتكلم في الحوار بتاعها لازم تديني سيره حركه، لازم يتحركوا. انا مش هحطهم، مش جايب لهم الكرسيين دول وجايب لهم حد كده واحد يصورهم وهم قاعدين ومفيش الحركه بتاعتهم. فين المتعه بتاعت باقي المسرح؟ فين المتعه بتاعت رد في المسرح؟ شفنا في المشاهد اللي فاتت لو حضرتك عملت فيكس كاتب، وده برضه اكيد استعداد المسرح كده، احنا مش هنقول اخطاء فنيه، انما يبقى باين عمود الخيمه من جنبهم كده في فرق ما بين الحلم والحقيقه. لازم الحلم حلم ما يبانش، ولازم التروب الحقيقه تبقى حقيقه. احنا دلوقتي في منطقه حقيقه عندهم، ما يبانش وراهم منطقه الحلم. ما انا مش هصدق، مش هصدق، انا مش هصدق، ما انا شايف منطقه الحلم في الحقيقه. يعني انا شايف المنطقه اللي هي هتعمل فيها الاسلام الروعه اللي انت عملته
المدرسة المحترمة اللي انت عملتها دي، المدرسة دي أيمن الشيوي سافر روسيا قعد 7 سنين عشان يرجع باللي انت عملته ده، سينوغرافيا الجديدة بتاعت في المسرح، نعمل شاشة عرض في المسرح، نعمل تمثيل في المسرح، نعمل في خشبة المسرح شاشة تلفزيون ندخل ونطلع. أيمن الشيوي عمل ده وجه يعلمه النهاردة في الأكاديمية. دكتور أيمن الشيوي سافر مخصوص 7 سنين، انت عملته في ون في مينت، عملته في حلول معينه. السلويت عايز اقول لك ان احنا لو كنا معناه في السلوك ده كانش هيبقى في عرض، لان منطقه الحلم ولا حلم؟ حلم حلم نهدى ولا حلم نحلمه؟ ايهما اسرع وايهما احسن وايهما افضل؟ الاثنين مطلوبين، نحلم الحلم سيد الاخلاق ونحلم لبكره. من حقنا كلنا نحلم، حتى لو ان احنا حكينا مع بعض، حتى ان احنا فضفضنا مع بعض. الفضفضه اللي بين الزوج والزوجه في مقدمه التاريخ هي بترجعها لشبابها، ضيعها على طول ما بين الكرسي وراه جزء من جزء كبير باين. ايضا الفيش بتاعت الكهرباء دي، فيش الكهرباء اللي ظاهره، هو استعداد المسرح كده. بس احنا كان ممكن نعمل معالجه، كان ممكن نشوف حلول، كان ممكن نغطيها، كان ممكن حته ديكور صغيره، حته بوتيس من الديكور صغيره جدا، اي حاجه، اي رهاصه، وكنا تممنا الحكايه. اتفضل يا فندم. ده مسرح، مسرح له مدرسه، له ورقه استبيان،
بره، مش ضروري يمضي ورا استبيان، كلنا نقول راينا في العرض، راينا في وجهه النظر. مسرح يعني وجهه نظر، رؤيه مسرحيه احسن من مليون خطاب ديني، سواء كان على المنبر او من الكنيسه، احسن من اي حاجه ثانيه. تستطيع انك انت تشكل وجدان الامه لحالها من عرض مسرحي واحد، ويطلعوا من العرض المسرحي ده يشكلوا قضيه مهمه جدا يفضلوها بالصح مش بالخطا، بالمنظور البصري والسمعي اللي تم. اتفضل يا فندم.